Why linear systems are preferred؟ ليه الناس بتفضل إن إحنا نشتغل على linear system؟ أول سبب وأبسط سبب هو human friendly، الناس بتحبها. ليه بالنسبة لك أسهل إنك تتعامل مع system لو هو linear؟ بما ان احنا بنصمم السيستم، اي سيستم بنصممه عشان بني ادمين يستخدموه، فمن الطبيعي ان احنا نصمم لهم سيستم بالنسبة لهم يبقى فريندلي وسهل الاستخدام. خلينا نشوف مثال كده. افترض ان احنا السيستم بتاع العربية، عندك جاز بدل بتضغط عليها كأن دي بتتحرك دلتا اكس، ونتيجة الضغط دي بيحصل acceleration. طيب الحالة الأولانية لو السيستم لينير، يبقى أنت هتدوس دوسة صغيرة هيبقى فيه acceleration صغيرة، هتدوس دوسة أكبر يحصل acceleration، السرعة تزيد، دوسة أعلى السرعة تزيد. فأنت كهيومن بتبقى حاسس الدوسة ديت هتدي قد إيه، وتدي دلتا إكس قد إيه عشان تسرع العربية. نفترض بقى إن السيستم نون لينير كده، سكند أوردر أو ثيرد أوردر، تفرق إيه دي؟ بص، في الأول شغال لينير، أنت حاسس إن الموضوع لينير، الدوتا بتطلع أكسلريشن معين، بعد كده لأ، الدوتا اللي أنت بتعملها الدلتا بتدي أكسلريشن أعلى. لو بصيت بقى في الجزء اللي هنا، ممكن دوسة صغيرة بالعرض ده بس تدي acceleration أعلى كتير، فدي تعمل مشكلة في استيعاب اللي بيسوق الدوسة دي يعمل لها قد إيه، ما بقاش قادر يظبطها كأنها علاقة linear. طب لو طلع عندنا سيستم زي كده، ده أسوأ وأسوأ. تخيل أنت بقى السيستم زي ده بتعمل دلتا إكس، العربية بتسرع جامد، دلتا اكس تاني تلاقي السرعة الاكسلريشن بتقل، دوس تاني تبقى في نيجاتيف اكسلريشن، العربية بتهدي وبعد كده ترجع تسرع تاني. تخيل انت لو دوست البنزين بتشتغل بسيستم زي ده، هل هتعرف تسوقها؟ فدي اول مشاكل، ان احنا بنحاول نعمل سيستم لينير عشان يبقى سهل الاستخدام للبني آدمين. من ناحية بقى الرياضية الماتيماتيكس، عشان نقدر نصمم كنترول، احنا عايزين سيستم لينير ينطبق فيه الحاجتين دي، هوموجينيوس if we scale the input and the output scale the same. يعني لو عندي f of ax بقدر اخد ال a بره في f of ax، دي زي ما شفنا في موضوع دواسة البنزين. additive يبقى لو if we add two input signals then the output will be the sum of their respective output. يبقى انا دي تسهل لي ان انا لو عندي two input في السيستم اقدر احل السيستم على الانبوت الاولاني واحسب الاوت بتاعه على الانبوت الثاني وبعد كده اقدر اجمعهم. العمليتين دول بيسهلوا لي موضوع الكنترول جدا عن ان انا السيستم يكون نون لينير. هناخد مثال نون لينير سيستم اللي هو نون لينير سبرينج ماس دمبر سيستم. السيستم ده احنا شفناه قبل كده، يبقى عندي ماس ام متوصله بدمبر له كوفيشنت دي، وسبرينج بيبقى له كوفيشنت كي. الجديد عندنا هنا ان السبرينج دوت نون لينير، ففي كوفيشنت كي 3 معناها ان السبرينج الفورسز في السبرينج ده بروبورشنال للاكس ديت بس كيوب، اكس كيوب. فنشوف الايكويشن في الترم بتاع الماس اللي هو الانيرشا اللي هو اكس اكس دبل دوت، هناخد الكوفيشنت كلها هنا عشان نسهل المسألة، كل الكوفيشنت واحد، وفي جزء بتاع الدمبر اللي هو اكس دوت
دي هنا برضو كأنها واحد، والجزء بتاع السبرينج العادي اللي احنا عارفينه اللي هو كي اكس، وكي هنا قلنا بواحد. الجزء ده كله ده اللينير سيستم اللي احنا عارفينه. الترم ده الجديد اللي هو الجزء النون لينير، ان السبرينج بروبورشنال تو اكس كيوب. يبقى الاكويشن دي دلوقتي نتيجه للترم الاخراني ده، الاكويشن دي نون لينير. ازاي بقى نقدر نعمل لها لينيرايزيشن وبعد كده نعمل لها كنترول؟ يبقى دي الاكويشن اللي احنا وصلنا لها. عمليه اللينيرايزيشن لو تفتكروا بتبتدي ازاي، بان انا كل فاريبل بافترضه في كانه صوره نود بلس دلتا او سمول فاريبل. دي ان احنا بنعمل ايه؟ لينيرايزيشن حوالين الاوبريتنج بوينت. النود دي بتمثل الاوبريتنج بوينت، والسمول اكس دي او دلتا اكس هتلاقوها في بعض الكتب دي بتمثل البرتربيشن حوالين الاوبريتنج بوينت. انا عندي هنا كام فاريبل؟ عندي الاكس وعندي الاف، يبقى هعمل كده في الاثنين، اعوض اكس تي باكس نود دلتا اكس واكس باند، وبعد كده اجمع الترمات. الترم اللي يعني اللي فيه حسابات شويه اللي هو الاكس كيوب، لو فكيته هيطلع في الصوره اللي احنا شايفينها دي، سمول اكس كيوب زائد 3 اكس اكس نود زائد 3 اكس اكس نود سكوير زائد اكس نود كيوب. نعمل كل ده الترمات اهي، هتلاقي في واحد هنا 3 اكس نود في اكس زائد الواحد اللي هي جت من الترم اكس، تقدروا تعملوا انتوا الاكسبانشن ده. والاف هنا هي اف نود بلس اف. الخطوه اللي بعد كده هي ايه؟ ان انا اهمل الهاير اوردر. انا عارف ان البرتربيشن صغيره، فلو رفعتها الاوردر عالي اقدر احملها. ايه اللي اقدر احمله هنا؟ اقدر احمل الترم ده اللي هو الكيوب، واقدر احمل السكند اوردر برضو، تمام. فيتبقى ادي ترم اللي هو الاكس دبل دوت والاكس دوت و الترم بتاع الاكس، تمام. ايه تاني؟ هلاقي في ترمات اللي هي دي، صح؟ وايه والاف هي دي تعتبر الاوبريتنج بوينت. الاوبريتنج بوينت دي بتيجي منين؟ ان انا بحط كان عندي كانها ستيدي ستيت، بحط الحاجات اللي بتتغير مع التايم بصفر، فانا بوصل للستيدي ستيت الاكس نود كيوب زائد الاكس نود هي الاف نود. فانا هشيل الستيدي ستيت فاليو دي او الاوبريتنج بوينت، فيتفضل عندي هي دي الايكويشن. يبقى دي الايكويشن اللي انا المفروض احلها، دي اللينيرايزد ايكويشن. لينيرايزد حوالين ايه؟ حوالين اوبريتنج بوينت اكس نوت. ازاي نمبلمنت الديفرنشال ايكويشن دي النون لينير في السيميولينك؟ اول خطوه بننقل الأعلى تفاضل اللي هو هنا السكند أوردر في ناحية، وننقل كل حاجة ناحية، عشان السيميولينك هيبتدي دايما من أعلى تفاضل. بحاول أبني الأعلى تفاضل وبعد كده أكمله لغاية ما أوصل للإكس. ده شكل الرسمة، شايفين دي إكس دبل دوت اللي هو أعلى تفاضل بيساوي القيم دي. يبقى انا قيم مجموعه باشارات طبعا، انا هاخد بلوك عباره عن السمر في اف بلس وفي الاكس
دوت ماينس والاكس ماينس والاكس كيوب ماينس. الاكس دبل دوت دي لما هكملها هتطلع الاكس دوت، فاقدر اخد من هنا سيجنال للاكس دوت. اكمل تاني تدي اكس، فاقدر اخد سيجنال تمثل الاكس. وبعدين الاكس اخد منها 3 سيجنال مضروبين في بعض عشان ابني الاكس كيوب، وادخلها على السيستم. كده ابقى انا بنيت النون لينير سيستم بتاع ماس سبرينج دمبر اللي هو في ترم اكس كيوب. طبعا لما تشتغل كتير في السيم لينك هتلاقي ان انت عايز تحط الدوت هنا اول واحده عشان اللوب دي ما تتقاطعش مع اللوب الثاني. لو حطيت الاكس دوت فوق فالاكس بتطلع بعد الاكس دوت، هيحصل تقاطع بين اللوبس. دي خبرات هتبنيها مع الوقت وانت بتبني سيستمز كتير. ده الموديل عملنا له امبلمنتيشن على السيميوليك اكس دبل دوت اكس دوت اكس، وحطينا الاكس كيوب والاكس وبنينا السيستم ومفروض الانبوت داخل منه. ده موديل قلنا نون لينير، عملنا له لينيرايزيشن بايدينا عن طريق نحط كل فاريبل بالنود بلس دلتا. ده الموديل ده سهل فقدرنا نعمله بايدينا. طب لو الموديل بتاعنا كبير او زي انجن او طياره كامله، ان احنا نقعد نعمل الديريفيشن دي بايدينا طبعا هتبقى تايم كونسيومينج واحتمال الخطا كبير، فبتتعمل نوميريكال. السيميولينك في بيلت ان فانكشن تقدر تعمل لنا القصة. اول حاجة لازم بنحدد فيها، حدد له الانبوت والاوتبوت وهو يجيب لك الترانسفر فانكشن او السيستم ان بتوين. فانا باجي هنا الانبوت عندي هو الاف، هلاقي ادوس بالرايت ماوس لينير اناليسيس بوينت، اختار هنا دي انبوت تبقى انبوت بيرتربيشن، واجي على الاوتبوت هنا برضو linear analysis point واقول له output measurement. كده انا حددت الانبوت وحددت الاوتبوت. اعمل ايه بعد كده؟ اعمل linearization للسيستم. linear analysis، افتح linearization manager، Linearization Manager ده بقى هو اللي هيسمح لي بان انا اعمل ايه؟ Analysis للسيستم. لو الموديل هنا فوق الاقي فيه موديل Linearizer، هدوس عليه هيفتح لي السيستم بتاعي. اختار هنا لو انا بشتغل في التايم دومين ستيب او بشتغل في الاس دومين، احنا شغالين في التايم دومين، اقول له ستيب، ادخل ستيب انبوت وحسب لي ده شكل الريسبونس لينير سيستم، والاقي حاطه هنا في لينسز. وانا دوس دبل كليك على لينسز ده اشوف السيستم بتاعي اهو، طلعهولي في صورة ستيب سبيس دي الاي، الاي ماينس واحد ماينس واحد واحد زيرو، والبي واحد وزيرو، والسي 01، وطبعا الدي بصفر. يبقى كده السيميولينك عمل لي لينيرايزيشن بتاع السيستم. والسيستم مهما كان حجمه هيقدر يعمل لك لينيرايزيشن ويطلعه لك في صوره ستيت سبيس. تقدر انت تسيف بقى السيشن دي وتسيف الفاريبل بتاعك. بالاسم اللي انت تفضل. كده يبقى احنا عملنا، عرفنا ازاي نعمل linearization باستخدام السيميولينك. كده احنا خدنا مقدمة عن الكنترول ومقدمة على موضوع linearization على الماس سبرينج دمبر. ايه الـ required steps بقى اللي المفروض نعملها عشان موضوع الانجين بتاعنا؟ الخطوة الأولية احنا بيبقى عندنا الانجين
او الداتا بتاعت الانجين. الكلام ده بيتم تحويله للجوفرنينج ايكويشن. بنقعد نكتب ده الجزء اللي انتوا عملتوه مع الدكتور ضياء، نكتب الجوفرنينج ايكويشن المظبوطه اللي بتعمل ايه تمثيل للانجن بتاعنا. الخطوه اللي بعد كده سوفت وير امبلمنتيشن، عشان نعمل الموديل ده ونعمل عليه تجارب كتير، تستات كتيره. طبعا الناس ما بتشتغلش هاردوير، تبتدي بالسوفت وير لان التستنج على السوفت وير تقريبا فري. فالسوفت وير امبلمنتيشن عندنا بنستخدم السيميولينك، فاحنا المفروض وصلنا للخطوه ديت. الخطوه اللي بعد كده ده اللي احنا اتعلمناه في موضوع اللينيرايزيشن، نستخدم السيميولينك ان احنا نلينيرايز الايكويشن دي. بقى عندنا الايكويشن من اللي بتحكم الحركه بتاعت الانجن او العمل بتاعه لينيرايزد. بعد ما نعمل اللينيرايزيشن نعمل ايه؟ موديلنج فيريفيكيشن. احنا لما عملنا السوفت وير امبلمنتيشن دخلنا الايكويشن كلها نون لينير، عملنا لها لينيرايزيشن. الموديلنج فيريفيكيشن دي بنحط الموديل اللينير والنون لينير في نفس السيميولينك موديل، ونقيس الاوتبوت بتاع الاثنين، ونعمل ديستربنس، ونتاكد ان اللينير سيستم شغال حوالين الاوبريتنج بوينت مقارب للنون لينير سيستم. بعد ما يتأكد من الحته دي نبتدي نصمم الكنترول. احنا خدنا طرق التصميم، اسهل حاجه طبعا السيستم ده لان هو مالتي انبوت مالتي اوتبوت، ان احنا نستخدم ايه الستيت سبيس تكنيك، نعمل الكنترول. يبقى ده الجزء احنا عايزين نعمله، نحاول نعمل كنترول للايه للانجن طبقا لسبيسيفيكيشن معينه، نشوف الانجنز ازاي وبتشتغل ازاي، بحيث السيتلينج تايم، الريسبونس، الفايبريشن، الاوسيليشن المسموح بيها، كل ده نحدد ريكويرمنت ونعمل كنترول سيستم. بعد كده الخطوه الجايه ايه؟ نعمل كنترول سيستم فيريفيكيشن. ايه كنترول سيستم فيريفيكيشن؟ احنا جربنا كنترول سيستم على اللينير السيستم بتاعنا، نطبقه على النون لينير سيستم، نتأكد ان هو شغال كويس على النون لينير سيستم. لقيناه مش كويس نرجع نعيد تاني، يعني في هنا في لوبز ممكن يبقى في فيدباكس كتير. بعد ما نتأكد ان السيستم تمام نتحط بقى على الايه الكنترولر، الهاردوير امبلمنتيشن، نشوف ايه المايكرو كنترولرز المفروض يتطبق عليها السيستم ده، يتحط عليها الكنترول سيستم اللي احنا عملناه. بعد الهاردوير امبلمنتيشن اللاب والفلايت تيست، بيبتدوا يحطوا الهاردوير، يبتدوا يتستوا الانجن ده في اللاب، وبعد كده يعملوا له فلايت تيست اوبن اير تيست، بس نتاكد ان الكنترول شغال كويس قبل ما نبتدي ايه نحطه على طيارات هتشيل بني ادم. يبقى دي الستيبس عموما اللي المهندسين بيمشوا عليها في موضوع تصميم الايه الكنترول بتاع الانجن. فاحنا المفروض بقى انتوا الخطوات نبتدي احنا طبعا من اول اللينيرايزيشن، وبعد كده هنعمل الموديل فيريفيكيشن والكنترول، وبعد كده الكنترول فيريفيكيشن. الجزء الثاني ده ما اظنش وقتنا يسمح ان احنا طبعا نعمله، لانه ما عندناش حتى انجن نقدر نعمل موضوع التستات دي عليه دلوقتي.